بداية أخبارنا النهاردة من نادي الزمالك والجهاز الفني تحديدا، واللي قرر أن الفريق هيتدرب النهاردة بدون راحة، برغم من خوض الفريق لمباراة سيراميكا امبارح في كأس الرابطة وانتهت الحمد لله بفوز الزمالك 3-1. كارتيرون قرر أن اللعيبة تخوض المران النهاردة في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في آخر جولة من دور المجموعات لكأس الرابطة. كل التوفيق طبعا لنادينا الزمالك، ومباراة سيراميكا تبقى بداية للفوز إن شاء الله في المباريات اللي جاية، وتبقى بداية مصالحة للجماهير، لأن الجماهير ممكن تقبل الخسارة ما عندناش مشكلة فيها، بس الحاجة الوحيدة اللي الجماهير ممكن ما تقبلهاش هي الأداء السيء. فالحمد لله إن مباراة امبارح كانت بمثابة مصالحة لينا جماهير الزمالك، واكتشاف ليه مواهب جديدة وكمان ليه نجوم جديدة. احنا واخدين كجماهير طبعا كأس الرابطة على محمل الجد، بنجرب بس، بنحاول ان احنا نطلع بخبرات جديدة، بلعيبة جديدة، بناشئين جداد، باللعيبة اللي راجعة من اصابات ترجع تاني تشارك واحدة واحدة، او تشارك في المباراة كده واحدة واحدة. ولكن في نفس الوقت جماهير نادي الزمالك بالنسبة لها كأس الرابطة هو مباراة ودية بس، مش عايزين فيها خسارة، ولو حصل خسارة يبقى خارجين بأداء بطولي وأداء مشرف وأداء رجولي، نبقى احنا فخورين بلعبتنا وفخورين بالأداء اللي هم قاموا بيه. في الوقت ده اللعيبة الجماهير مش هتكون زعلانة لو الأداء كويس. النهارده كمان قرر كارتيرون ان المجموعه الاساسيه اللي شاركت في لقاء سيراميكا هتخوض تدريبات استشفائيه بدلا من خوض مران كامل، وده خوفا من الاجهاد والارهاق، في ظل ان الجهاز الفني قرر ان الفريق يتدرب النهارده بدون راحه، والزمالك خاض في مباريات كاس الرابطه 4 لقاءات وما حصلش على راحة منذ أول يوم أو أول لقاء، واللي كان أمام إنبي يوم 14 يناير. وده بيفضل الجهاز الفني إن المران اللي هيكون بعد المباراة يكون استشفائي خوفا من الإجهاد.